في موديل خلاص. بس لما لقينا موديل معمول اصلا عشان الكورسات مش معمول عشان الكلام ده، فلما لقينا العدد زاد قوي والطلبه عايزين يتكلموا وبيقولوا حاجات، يعني مثلا عايز اوريها لكم برضه حته ثانيه مش اليوم اللي فات ده، سنه ثانيه لقوا حاجه تعليميه يعني. سنه ثانيه كانت ملاك سنه ثانيه. بصوا هنا موديول 7 اهو ده تعليمي بقى. ايه موديول 7؟ 54 ثريد 586 واحد رد. طب اشوف ده الرقم ده معناه ايه؟ معناه ان الحته دي فعاله اكشن، فممكن اخش اتفرج على حاجات. في هنا ايه؟ اجمد شرح نزل وهينزل، احفظ محاضره النهارده. خلاص 610 واحد شافوه، ده ايه ده؟ ممكن تلاقي واحد راح ودور على النت، شايفين بقى ده سيستم سوشيال، ذيس از ذا انفورمال ليرنينج، ذيس از وات يو نوت دوينج، اللي هو ايه؟ واحد روح بص خد محاضره امتى الكلام ده؟ خلينا نشوف. احمد شرح ايه؟ اجمد شرح. حط الصوره على اجمد شرح. خش اول حاجه ماشي ايا كان ايا كان. الفكره هنا ايه؟ بصوا احنا هنا مش عشان نتضايق من حاجه، عشان انا شوف واحد ده ممكن يكون رايه الشخصي وممكن يكون ايه راي ناس، بس احنا بنعمل زي ايه عارفين الترمومتر بنقيس الشارع، بيقول لك ايه؟ من قيس قيس ضبط الشارع. ده ايه اللي حصل هنا في مايو 2010؟ طبعا المحاضره النهارده ما يتعرضش الشرح فيها خالص، ان الكلام في الكتاب ملوش دعوه باللي قالته الدكتوره، وهي عندها حق برده ان كله دش. ما تعرضتش الدكتوره قالت لي المحاضره دي مش عارف ايه. خش السايت ده ونزل الحاجات دي خلاص. ده مين اللي عمل كده؟ طالب كان حاضر عندي، فاهمين قصدي؟ طب انا عايز اعرف هو بيتقال عليا ايه؟ عارف اه بس مع طب يعني ايه في حدود يعني. خلينا برضو احنا ايه دايما اوبن مايندد اكزاكتلي. احنا لما ابتدينا الموضوع ده كان في ناس بتتضايق، في ناس بقى اللي بيقل ادبه ده بيتسحب. وانس احنا عملنا كده في 2-3 اكشلي يعني، واتسحب واتوز فيري سيفير خلاص. الناس عرفت ان هو ايه اتكلم بس ما تقلش. انا في ناس كانت تدعي عليا حسب الله ونعم الوكيل فيكم وحاجات كده يعني. خلاص كان ايام علينا نتيجه واسماء يعني خدت كتير. بنعدي ده عشان احنا وي اندرستاند اند وي ار اوبن مايند. بس في مثلا واحد يروح يعمل حاجه هدامه، تعالى خلاص. الفكره في ايه؟ اللي قاعدين نوصل له اهم من كل الكلام ده، زي نو ويز تو ديل. طيب لو هو كان نازل لهم اجمد شرح ده بقى وانا ما اعرفش عنه حاجه وطلع ان في حاجات غلط، 682 واحد قروا اجمد شرح غلط، فانا هعمل ايه بس؟ طب وريني يا عم اجمد شرح. حاجه من الاثنين، اه والله ده حلو قوي، طب انا هاخده بعد كده عشان انا بعد كده بستخدمه في المحاضرات بما انهم بيفهموا منه خلاص. بس انا جاي هعمل كده. طيب لا ده ضايع خالص وكده، هروح داخل بقى متدخل، يا جماعه لو سمعتوا خلي بالكم الكلام ده مش صح عشان ارجع للكلام ده، وانا هعمل شغل اكتر. يبقى انا معلومه دي ما اعرفش اوصلهم اكتر. وممكن بعض الاحيان القليله جدا تلاقي الطلبه نفسها ايه؟ لا يا جماعه الكلام ده غلط، وهم يردوا على بعض. And then you feel proud in what you the message you gift you passport is not a gift. خلاص يجيب ايوه يجيب اللي انت يجيب وصلت. وفي ناس بترد على بعض يعني، دي بيسموها بقى في هذه الحاله ذا ويزدم اوف ذا كراود. لما يكون عندي ناس كتير قوي كده وكلهم بيتكلموا والموضوع اتحل من غير ما انا اتدخل، معنى كده ايه؟ ان في ويزدم طلعت من النص وانا استفدت بيها. طيب احنا دلوقتي وصلنا رقم 5. اسحب ايه؟ احنا وي هاف هيز اون ايميل وكده، بنبعت له ايميل. عندك مثلا ميعاد بكره مع وكيل الكليه شؤون الطلاب الساعه 9، تعالى نتبع الحاجات بنبعت له الايميل للدكتور احمد نقول له الطالب ده تجاوز الحاجات الفلانيه. هو اكشلي ساعات هو اللي بيطلب وساعات هو ايه يقول لك لا سيبوه، او ساعات يقول لك ايه لا طب هاتوه. لما يجي نقول له ما يصحش الكلام ده وفي ايثكس معينه للنشر في الانترنت نتكلم معاه بهدوء يعني. في طلبه بيعتذروا على الفورم يقول لك انا ما كنتش فاهم كده وحاجات من دي. في سايتس بتحط مثلا لينك ان انت لو تعليق غير لائق تدوس عليها، لو بالزبط. لو العدد وصل لمثلا ل 10 20 يتسحب يعني، مش شرط انت بقى تحكم حضرتك بنفسك. بس ده بيبقى في فين؟ في الحاجات اللي هي بتبقى بابليك. لكن احنا برضو اجين احنا وزين اكاديميك انستتيوشن يعني، مش الحكم الطالب ده الطالب بتاعي، الحكم الجماعي يعني 20 واحد اجمعوا ان التعليق ده كويس. ممكن نعمل كده طبعا، ممكن نعمل كده، ولما يجي لنا عدد اكتر من 20 نبص نشوف مين ده. هو انا شفت اول مره لا ما في نقطتين
هذا السفير ما هو هيك حاجه قوي انا بتكلم على ايه قاعد الاولاد ان هم لا انا بتكلم على ايه بتكلم على اللي بيشتم شتايم معينه انا بتكلمش على لا بصوا انا قلت لكم كده سالت حسب اللي انا بقول فيه كنتوا ظلمه انتوا كذا انتوا كذا مش ده خلاص ده انا عارف ان هو اندر ستريس فبسيبه ما بعملش حاجه في ناس بتعمل كلام غير لائق يعني ممكن اوريك اكزامبلز للناس اللي جت هم قلت لهم ثلاثه اربعه اللي عملنا معاهم الحركه دي هو كلام غير لائق لا ما بقولش كلام خارج انا فاهم انا ده عندنا مش كلام خارج كلام غير لائق يعني هديك اكزامبل وهقول لك دلوقتي يعني احنا ما بناخدش حاجات لاي اي من كان يعني ما بنعملش تحكيم لحريه حد الناس بتتكلم زي ما عايزه لو في حاجه غير لائقه بنقول له تعالى عشان نتكلم معاك في بقى طيب. امتحان كانوا بيدعوا علينا قالوا لنا ما بقول لك مثلا المسج اللي احنا دي الدكتور ما قالتش حاجه ما عرفتش حاجه ممكن ناس تقول ايه ده ازاي قال كده وخش لا يا جماعه زي ما قلنا احنا ويا رب المايند هنعدي دي مش هتكلم مع الطالب فيها تمام لكن لو حد قال لي الدكتوره مثلا فلانه الفلانيه وكذب ساعتها لا ما يصحش تقول يعني بالاسم فلانه الفلانيه وتدي لقب او حاجه كده المهم عشان ما نضيعش وقتكم ده رقم 5 اما رقم 6 و7 و8 و9 و10 ده هوم ورك ليكم مش مره جايه ده هوم ورك ليكم وهنخش على الفورم بتاعنا كل واحد يقول ايه ايه السوشيال تول اللي لقاها غير الخمسه الموجودين وعجبته وشايف ان دي ممكن تبقى رقم 6 وهنعمل الفوتنج يوم الجمعه يوم الاربعاء اللي جاي قبل ما هنا بيوم فوتنج تاني فيسبوك رقم 7 تاني السؤال بصوا يا جماعه البرزنتيشن دي احنا خدنا 6 فيسبوك اوكي من اول 7 7 8 9 10 هتخشوا جين هارت في السلايد شير كانت حاطه 100 انتوا ممكن تعرفوا حاجات انا ما كنتش حاططها هنا انا حاطط 5 بس فاللي هتعملوه كالاتي لو كنت هتخشوا تدوروا وتشوفوا ايه التولز اللي كويسه ممكن من جين هارت انا حاطط منها حاجات ممكن من وات ايفر وكل واحد يقول الحاجه دي انا شايف حلوه قوي هتفيدنا كلنا فانا شايف ان دي رقم 6 هتجيبوا الكلام ده فين؟ في الفورم اللي هتلاقوه في الاسبوع رقم 5 اللي في موديل هنا تاني موديل اهو سيشن 6 النهارده يعني هحطها في 6 ان شاء الله سيشن 6 النهارده اول ما تمشي انت هحطها على طول خلاص هتلاقوا ايه فورم وات از ديسكشن وات از نمبر 6 7 تول خلاص فهنقعد نكتب كلنا كل واحد هيحاول يحارب التول اللي هو جايبها ويحط لينكس عشان الناس تشوفها اند سو اون يوم الاربعاء هحط فوت تحت الفورم فوت فور ذوز تولز هحط 5 تولز واحنا هنعمل فوت اونلاين نيجي يوم الخميس هنا نشوف مين كسب السورس بتاع تولز الانترنت وات ايفر احنا قلنا في سلايد شير وريتكم دلوقتي في سلايد شير جين هارت هنا مثلا عندها هنا ايه توب 100 تولز فور ليرنينج ان 2009 لو دخلت سلايد شير وعملته هنا هتلاقوها لو عملت جوجل هتلاقيها برضه خلاص اوكي طبعا هي مش شرط انا ابص على 100 ومش شرط ال 100 كويسين ممكن واحد اتنين يعمل 100 تانيين بالترتيب مختلف مفيش حاجه بتقول ان هو ده بس هنا بيفتح اخبار يعني تمام انت عارف انا عندي ايه؟ انا قلت لك شدي كل واحد عنده اللي مكفيه ولو احنا قلنا مع هنبطل ده عشان عندنا حاجات تانية ولا ده هيتعمل ولا ده هيتعمل فنعمل الاثنين وخلاص توكل على الله اه طيب يا جماعه شكرا ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله بس